اليوم سوف نشتغل على عدة نقاط، من بين هذه النقاط هي اللجان الثنائية، ثم بعض التزكيات لبعض الإخوان الذين لديهم رغبة في الترشح مع حزب الأصالة والمعاصرة، ثم كذلك هناك نقطة مهمة هي جميع المكاتب الإقليمية المتواجدة اليوم لها الصلاحية في تشكيل مكاتب محلية والاشتغال على هذا الجانب للاستعدادات المقبلة. و كنتقدم بالشكر لجميع الإخوان الحاضرين والغائبين، لأن هناك ظروف العطل وأنتم تعلمون ذلك جيدا، ثم سوف نضع خطط ونرسم استراتيجيات للعمل الجاد والهادف قصد التواجد فيما بين النقابات الأكثر تمثيلية. وشكرا. الحضور ديالنا حنا كاعضاء مكتب التنفيذي بجهه الدار البيضاء 16 الاجتماع ديال المكتب الجهوي لمنظمه الديمقراطيه التعليم، اولا كيجي في اطار تنزيل قرارات المكتب التنفيذي الصادره في الاجتماع الاخير، اننا لابد من ان يكون هناك تواصل مع جميع القطاعات على مستوى الجهات، وبدانا العمل من جهه الدار البيضاء 16 باعتبارها رافعه وتنظيمنا قابل يمكن يدفع بالعمل النقابي الى الامام. وهذا كان لقاء مهم ومهم جدا، لقاء تواصلي اولا من اجل تجديد اواصر التواصل مع نساء ورجال التعليم، وثانيا من اجل رسم خارطه العمل المستقبلي في أفق استعداد استحقاقات إن شاء الله الانتخابية النقابية المقبلة.